السلام عليكم. انا سيدي من السكان ديال هاد الدوار، دائما جايين حنا هنا يا ريب 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 ريب. ما عندنا خويا، ما عندنا ملك، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا فين نسكنوا، ما عندنا فين نعطيو الراس. والدليل ها هو هذاك ريب ريب، ها حنا ها هو ها الهربون ها هو. اجاب الله ما طاحتش روح هنايا، كون كان هذا السيد هنا ما نرضش يصلي، كون رحمه الله عليه. سبب الحريق اخويا انا ما كنعرفش، يلاه جاي من الخدمه دابا جاي، جيت توصلت هادي بالي الدخاخن تا تيبان لي هنايا البومبيه قبل كاع ما يجيو البومبيه انا كنت هنايا تيبان التراب. وهذا ملي سولت الناس قال لك ودي شي عافيه جات من ديك الجهه، من هاد الجهه هادي. السيد اللي كان هنايا اللي كان تيصلي جاب الله، جا هو ولده راه جا تيجري تيعيطوا عليه، قال لي واقيلا راه باك مات. ها هو جا مسكين تيجري، تا جا عبد الله لقى وتا هو عانى. ها كاين هاد الدراري كاملين كتشوفهم مكرفسين كاع هاد الشيء هذا، راه كون ماشي هما اللي تدخلوا هما اللي جراو. رزقنا كل شوي اخويا، مشى لينا العافيه اخويا، بدات لنا من اللي بدات لنا هذاك الصب وتما الجايه ما عرفنا حنا كاش هذاك الشيء. حنا دخنا اخويا كنا قاعد اخويا انا في القهوه، تا جاو نجي الناس قال اخويا باك مات شلات فيه العافيه، جيت بدا ركيت بوبي خير ولا خير. جاب الله بدا بو مشاهير العصر رجع لي قال الواقع هادشي انت هادشي. حنا تنطالبو من السلطه تعاون معنا على هادشي هذا وتشير معنا شي حل على هادشي هذا، ما كانش شي واحد اللي بغى هادشي هذا يبقى هنايا. البانبيه عيطنا عليها خاصها تجي، وراه حنا اللي ودينا كنطفيو العافيه ونادو الناس وطفاو العافيه وما خلاو ما داروا. ولدي راه مضروب ولدو، والله العظيم الا مضروب في هاد البلاصه هادي بالله. انا لاعبين في التيره اللي ها تتفاجئنا بهاد العافيه هادي، ما عرفناش كيوقع لها هاد العافيه هادي حتى شعلات الله يعلم. جينا تنجري وانا والناس صحاب الساكنه هنايا والدراري الشباب، هاد الشباب حتى هما تاو الحيط حتى هما تعاونوا على شي طفيناه. هما ما جات الوقايه المدنيه حتى اللي صبتها باين هذاك الشاب تكون عافيه راه حارق من اش الله يعلم. وصلك تعطو واش بوطا واش 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 الله يعلم، واش قرو واش الله يعلم، اي حاجه توقع منها راه عافيه. خويا ولادنا كانوا قاعدين تصب هنايا كله كان اش اللي عطى الله اخويا. نطلبوا حتى حنا ما كرهناش حتى واحد ما كره اخويا، ولكن حنا تنشوف اخويا امرنا لله تعالى شنو نقولوا.